ان شاء الله حسني بنسبه كبيره قاعد في النادي الاسماعيلي، وده موضوع حسم. وحكم امبارح طلع رئيس النادي الدكتور رأفت عبد العظيم واكد على هذا الكلام، وحسني طلع بعديه اكد على نفس الكلام، وحسني كان واضح من البدايه بان هو حابب انه يكمل مع النادي الاسماعيلي ويستمر في ناديه. ما يتعلق بموضوع عبد الله السعيد، يعني عبد الله لعيب في النادي الاسماعيلي، ما كانش المفروض ان هو يطلع ويصرح ان هو يرغب في الانتقال لاي نادي اخر، لان ده مش من حقه. من حقه في يناير ان هو يقول كده، وكان المفروض ان هو يعني يتأنى الدقه شويه في تصريحاته. لكن طبعا هو عبد الله لعيب متميز ولعيب كبير، شخصيه محترمه ومقدم وده النادي الاسماعيلي كتير، وهو ما عندوش مانع ان النادي الاسماعيلي يستفيد. يبقى بس ان النادي الاسماعيلي طبعا اعتقد ان هم مش هيبيعوه لاي نادي منافس، يعني اعتقد كده، ده من وجهه نظري. لكن رغبه اللاعب لو اتصدمت في كده، انا قلت له ان في ثلاث حلول قدامه، انه يكمل السنه لاخرها يعني بمشاكلها بقى او بحلولها، واحنا دي سنه كامله وارد ان هو الامور تتغير الكلام ده كله، مع تاكيد ان اللي حصل ده مش من جمهور النادي الاسماعيلي. يعني انا اشك تحديدا ان ده عمل مدبر. الحل التاني ان عبد الله يجدد 4 سنين للنادي، يطلع منهم سنه او سنتين اعاره لاي مكان. الحل الثالث انه يتباع لاحد الانديه بعينها، وده اللي قاله له نادي الزمالك. لا هو مش نادي الزمالك، مصر بورسعيد. نادي المصري. نادي المصري.